الواد يكذب بقى لوحده دلوقتي بدل الكلام بقى اللي بيوكل لقمه ولا يستر جته ده. هقنع لك ابو حسيب ويبقى انت اللي كسبت الاوضه يا ولد. انا عايزه مصلحتك. الدنيا متفاتة يا خليل، ودي حقوق ناس. ربنا يهديك دي يا ماما. شايفه مجنونة؟ بقولك ايه؟ يكون في معلومة، انا قريبي امين شرطة، وابن خالتي محامي، واخويا بلطجي، ووحيات سمير لهبل ابني ده لكم بهدلاكم.